عناوين الصحف اللبنانية لليوم الجمعة 27 كانون الأول 2023. صحيفة النهار: التواطؤ يستكمل الانقلاب على بيطار والتحقيق. الجبهة المالية تشتعل بدولار 61 ألف ليرة وبدعة إصدار تسعيرتين للمحروقات يومياً. الاقتحام الإسرائيلي الأكثر دموية لجنين منذ 2002. صحيفة نداء الوطن: أسر العدل تخبط وخبيط والمحامون يطالبون القضاة باحترام القسم. خيارات المركزي تضيق حد الاختناق، لجم الدولار أسوأ. بنك أهداف إسقاط الدولة تابع تطيير قائد الجيش. صحيفة الجمهورية: احتدمت رئاسيا فانشطرت عدليا. مجلس القضاء لاجتماع تحت ضغط الشارع. فرنجي ينتفض من بكركي، لا يزيدن أحد على مارونيتي. صحيفة اللواء: هيبة العدالة تحت أقدام حماتها، آخر فصول التجربة العونية المتهالكة. المعارضة تصعد بوجه بري وفرنجي مرشحا، والدولار يفتح الطريق لانتفاضة جديدة الأربعاء. مشكلة الطاقة معقدة. صحيفة الأخبار: مذبحة جنين، العدو يستعجل الانفجار. ترهيب التغييريين أحبط محاولة إنقاذ القضاء. بري: كلام جعجع خطير وغير جدي، ولبنان كالذرة، إذا انشطر انفجر. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com.